إنا لله وإنا إليه راجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحن هل كان تعسي ودريا لما شهددي كبحذي قعنتا كوا أن ويري كرنو إنا يهين أبناء جهنم أما عيالك نارت كوا يهين وحاكلون كنتي أو إلهي سبحانه وتعالى أو يدينينا إن أو بوغرنا يو إنت كدعو عنتي ددك الصوماليات إنت كل متي ويرركي أي سوق هذين أبناء جهنم وشهدوا إلهي إذن كيس وحان إلهي أبرينا إن إلهي أقبل الشهادة ده قويسسكي يا قرابة دي أيك جيريو دينا وحان لنا هاي سمري إيمان الله إذن كسيو وحان إذن لو ذاقينا حنونك وحان إذن لو ذاقينا مرقدة هي تيران يدا كوانا وعمينا إلهي إذن كيس وحي أنت هاي دنبداف وحان الله وبرينا عافما دقدقين الله السير وحا حقيقة تدك الصوماليات إني أغادان ننكي عمر بن الخطاب دي رضي الله تعالى عنه عثمان بن عفان أمير المؤمنين دي النورين دي رضي الله تعالى عنهما الله بضب إنو سنة يقدينين وحاوية الله وعلى بخي يرميدون إنان دورنو أنه إيه الشباب إيه مقع الصحدة إليهين وآه إنه إيهين عيالك النارتة وحان كرا دورنا إنا إنه إيه النورادان إيهان إيه إنان إنه النوران لكن إسلام النوران كرن وحان رجينا يا سيدا شعبك الصوماليات قوانك وقاري دولدودنا يكوه قامين يسو إنا إصدافيان إنا نسود آفين دونو دلقات كينا إنو دماضي أيان رجينيا وحان ربا إنا نهلكن أمان يبوادين أغسو جيديو مجاهدين تا عيدا مدى إنا شرفت له مجاهدين تا إبي قوضا أشبي نفتوضا أهوري إنا يبدباديان عرور توضا ولا لهود هو يوين كود يا أبيال كود عليها وما تنتهين وحاتين مجاهدين ربا وحان الربا إن أتسيدا نيوتان إلهين الجهاد كينا هيدن كاقبلو إنتي إني كشهيدين وشهدو إنت كل عو عنتينا أيقنا واجب أي قذنين وأي ضد كودة أي كدفاعين ورا بياشاس أبناء جهنم ذا أي كل عو عمين وحان رجينا يا إن إلهي سبحانه وتعالى أيغان أبو بردعو وحان رواينا هذا الكي يكسو قبق قبئيو هدي وجيدكو يهي إن دادك لن يدجبيو هدي وجيدكو يهي إن شعبك الصوماليات قوستي إنو هيريدة أبناء جهنم أما عيالك النارتا إسكدو القاضان إن لتشوتشيو أو لإستاتشيو تاسي مصعو ريسو سومالي قوان بي قادي وحيكا صعوطا هيريو دو إلا إسكادو القادو قل مدوك وحيكا صعوطا هيري شبال إيو ميلا كالي أو دلك كميدا وحينا السيدب أوغا بلابان دون تا ميلا بضن أو كالي وانا لإسكو حرين يا إلهي دين كيس مر الله مركي أي حكومة دو سو جيستي إن أي جرجر أفديسه ضدك الصوماليات أبارها أبارها لدرجة داعية مركي أي حكومة الصوماليات أسو جيستي إن أي جارسيسه بيو يدوين يجرجر ككلي أباهينهين أي أوحى يقو أنكو جارين أي يقول إن يكون مشغوليان إن أي ضدك اللي بتبادني إن أي كلايا مركوا جعان وح بتبادني إسا يجعان وح دليس كيف جهاده وحان ربا إنا نحل كان كشيغو
دولد الصوماليات حكومة الصوماليات وحاسارا مسؤولية أيده جدنا يسمى مسؤولية داس ضد كذا كسارا وحان بوغضي اسبتال هذا وحانا أمري إن لقاضه ودي بدل لغو سو دويو ضد كهاليستا داوعة هاليستا قبا داوعية دعو العلوس قبا ما هكليا كوي كو داوعة مي قريحي جمعة دي داعي كوا كالي ضد صوماليا دو كالي وعرور كو جرتو oo ay noo sheegeen dhaqaatiirtu in aan waxba gudaha looga qaban karin ayagana waa ku darnay waxaana sida ugu dhaqsaha badan hadii la yiraahdo u hawlgalayna caawa laga bilaabo sidii dadkaas dibadda loogu qaadi lahaa ee loogu soo dhaweyn lahaa hadii la yiraahdo oo waajibka dawladda waana ku dhaqaaqnay insha Allah waana ka shaqeynayna ugu dambeystii waxaan u baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan u midoobaan عدو سيدة يسوغو علين لهايين أمي دوبان سيدة يسو حرين لهايين أمي دوبان سيدة أيسان سيدة أي محدد سمايين أيسان مرد مودع لهايين وحان رواقو كالي إنان هالكن بدك سوماليد وغشيغو ونو بلان قادو إن أي دولدو أي إسلاح حساب تميسو مسؤولية ده إن أي قاضيسو وحيد عاي مسؤولية ده isla markaana lala xisaabtami doono cid kasto oo u xilsaareed arintaas ama khidmadaas ama shaqadaas dalka inay u hayso lama aqbali karo wixii dhacay inuu mar dambe dhaco lama aqbali karo in qof shaqo loo diray gabay uu sababo in wixii dhacay uu dhaco qaalibayna wiihin dadka Soomaaliyeed waxaana waajib naga saaran yahay inaan ilaalino naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda inaan ilaalino ay waajib naga saaran yahay waxaana gudan doonaa Ilaahay idinkiis inta tabara meesha ugu dambeysa ayaana gaarsiin doonaa cid kasta oo gudan weyda waajibkeeda cid kasta oo gaab iska yimid cid kasta oo xad gudub ka yimid intaba walaal xisaabtami doonaa waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkiis inayna mar dambe nagu soo noqonin mar kale waan u tacsiinayaa dadka agoontoobay kuwa rajoobay iyo kuwa runtii ku adimo iyo luga beelay intaba waan u tacsiinayaa waxaana idin leeyahay waa niyadiina insha Allah khayr u sheega kii dhintayna waa shahiid midka dhaawacmayna waxaa insha Allah aan rajaynayna Ilaahay dambigiisa ku dhaafo aad iyo aad aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh moogta macmil in akoonka Safin Account oo kamida akoomada Salaam Bankii aad digan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta 4 gees Safin Account waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo kaliya ku keydso lacagahaaga kontada dhigaal ee bankiga Salaam